السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم مره اخرى في القناه. نتمنى تكونوا لاباس عليكم وعلى خير وفي امان الله. اليوم جيت نحضر معكم بيتزا سهله بسيطه بزاف. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجوا واحد 300 حتى 400 غرام ديال الدقيق، غنحتاجوا نصف كاس الزيت المائده او زيت النباتيه، غادي نحتاجوا ملعقه كبيره ديال السكر سنيده، وغنحتاجوا ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه او خميره الخبز، وغنحتاجوا الملح حسب الذوق، وغنحتاجوا الماء باش غادي نجمعوا هاد العجينه ديالنا. بسم الله. اول حاجه غادي ناخذوا نديروا هذا الملعقه ديال السكر سنيده، وغادي نضيفوا ليها الملح. انا غندير ملعقه صغيره ديال الملح، وغادي نضيفوا الخميره الفوريه او خميره الحلويات، عفوا خميره الخبز، وغادي نضيف لهم نصف كاس ديال زيت المائده او لا زيت النباتيه. انا اختاريت هذا الزيت، علاش قلت لكم زيت المائده والزيت النباتيه، لان هذا كيخلي لنا العجينه ديال البيتزا رطبه، واخا كنرقوا لاباط كتجينا رطبه كتبقى هشيشه ما كتجيش قاصحه. كنخلط المكونات مع بعض مزيان، ومن بعد غادي نبدا نضيف الماء تدريجيا حتى نجمعوا العجينه ديالنا. كيف كتشوفوا من بعد ما جمعت العجينه ديالي، كنخليو العجينه تبقى رطبه، ما نقصحوهاش، نحاولوا ما تقصحش لينا العجينه ديالنا، نخليوها رطبه باش تسهل علينا في الخدمه ديالها. من بعد غادي نغطيها وغنخليها جانبا ترتاح واحد ربع ساعه، يعني 15 دقيقه نخليوها جانبا، ومن بعد نتلاقاو. من بعد ما ارتاحت ليا 15 دقيقه غادي نرجع ناخذ العجينه ديالي، وغادي نرش سطح العمل بالدقيق، غادي نرشو بالدقيق، وغادي ننزل فيه هاد العجينه ديالنا. وهاد العجينه غادي نقطعها نقسمها الى قسمين، غادي ندير جوج ديال البيتزات اللي هما القطر ديالهم غادي يكون 36 سنتيم، غادي نكورهم مزيان. هو صراحه من الاحسن من بعد ما كنديروا هاد العمليه ديال نكوروا العجينه، من الاحسن نخليوها واحد 10 دقائق ترتاح، وعاد نقرصوها نطلقوها، يعني في نطلقوا العجينه ديالنا. انا ما خليتهاش لانني كنت مستعجله باش نصاوب هاد البيتزا، يا راه ما كتجيش صعيبه، غير هي من الاحسن زعما من الاحسن كتبقى واحد 10 دقائق باش كتعاود تزيد تسهل عليك وتعاونك ملي كتكونوا كتطلقوا العجينه ديال البيتزا. المهم انا دائما كنبقى نرش السطح العمل، وغادي نحاول نقرصها شيئا ما بيدي، وغادي نستعين بالمدلك اللي هو الغولا باتيسخي باش يجيني سهل باش نطلق هاد العجينه ديالنا. وراه رغم ذلك راه رطبه، يعني راه ما تقولوش بان راه كتكون قاصحه ولا ما غاديش تسرح لكم، راه كتسرح فاسيلمون ما كاينش مشكل. كناخذ كيف قلت لكم المدلك وكنحاول نطلق هاد العجينه ديالي، وانا هاد العجينه ما كنبغيهاش تكون غليظه، كان انا البيتزا كتعجبني بلاباط فين، كنبغي العجينه تكون رقيقه كتعجبني في البيتزا، وكيبقى لكم نتوما الاختيار كاين اللي كيبغيها غليظه اولا متوسطه السمك ديالها. نحاولوا نطلقوها بالمدلك، كناخذ المولا بيتزا ديالي ندهنوه بالزيت، وغادي ننزل فيه العجينه ديالنا، وغادي نحاول نقادها في المول ديالي، قادها مزيان. و
وغادي ناخد واحد الفرشات وغادي نحاول نتقبها، نتقبل هاد لاباط ديالنا كامله، يعني نتقبوها مزيان باش ما تنفخش لينا منين كندخلوها الفرن. كنتقبوها كلها مزيان. وبالنسبه للبيتزا كتبقى كل واحد كيفاش كيبغي يدير البيتزا ديالو. انا درت معكم اليوم البيتزا المفضله ديالي اللي هي البيتزا التونه، وكاين اللي كيديرها بالفيونداشي اللحمه المفرومه الكفته، والكاين اللي كيبغي يديرها بالدجاج، كاين اللي كيبغي يديرها بالفخوي دماغ فواكه البحر. كل واحد كيبقى له الاختيار شنو كيبغي، اولا غير كاين اللي كيدير غير صلصه طماطم والفرماج. انا درت هاد صلصه الطماطم اللي نسمتها بزيت الزيتون والملح والابزار وبودره البصل، وغادي نديرها من فوق العجينه ديالي. ومن بعد درت الجبنه المبشوره، الجبنه يعني الجبن الاحمر مبشور درته فوق منه، وغادي ندير الجبن ديال الموتزاريلا عاود من فوق. يمكنكم تستعملوا اي جبن كتفضلوه. وغادي نزينها بالفلفل الاحمر، الفلفل الحلو بالالوان اذا كان عندكم الاخضر الاصفر الاحمر، يعني حسب الالوان اللي موجوده عندكم. وكنخليها خضراء، ما كنطيبهاش، ما كنديرهاش في المقلاه وكنطيبها. كتعجبني نديرها خضراء هكا في البيتزا لان كتحافظ على داك الذوق ديالها، المذاق ديالها. وكنرش كندير فوق عاود نرش بالتونه في جميع الجوانب ديال البيتزا ديالنا. بصراحه البيتزا ديال التونه كتجي زوينه لذيذه، انا من المفضلات عندي. ومن بعد كناخد دوائر ديال الكاشير الحار كنديرو عاود نزينو بفوق، كيبقى التزيين على حسب الذوق. وبالنسبه للصلصه الحار ما كنخليها كنزلها فوق المائده، واللي بغاها كيديرها، ما كنديرهاش مباشره في البيتزا. وكندير الزيتون اخضر من الفوق زينو، اولا الزيتون الاسود حسب الموجود عندكم، حتى الزيتون الاسود كيجي زوين. وكنعاود نرشها بالجبنه بالموتزاريلا، وغادي نسمها بالزعتره حتى هي كتجي زوينه مع البيتزا، كتعطي واحد الذوق زوين هاد الزعتره هادي. غادي نرشها من الفوق، وغادي ندير قطرات من زيت الزيتون فوق البيتزا ديالنا كامله. كنسمها بزيت الزيتون كيعطيها واحد اللذه خطيره زوينه كتجي. وغادي ندخلها الفرن من بعد ما كنكون درتو يسخن، كندخل البيتزا ديالي كطيب. ومن بعد غادي نتلاقاو بعد ما غادي طيب لنا البيتزا، غادي نشوفو الشكل النهائي ديالها. وهذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا، كيف كتشوفوها كتجي زوينه رائعه في المنظر، حتى في المذاق ديالها كتجي لذيذه زوينه. بالنسبه لاباط كتجي رقيقه ولكن هشيشه، ما كتجيش قاصحه. نتمنى الوصفه ديال اليوم او الطبق ديال اليوم ديال البيتزا يعجبكم، ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم، شكرا للمتابعه، شكرا لوفائكم، شكرا للمشاهده، شكرا للتعليقات الزوينه ديالكم. نتمنى نتلاقاو في فيديو اخر، في وصفة جديدة، فكرة جديدة إن شاء الله. تهلاو فروسكم، دمتم بألف خير، وسلامة.